ليس احنا ما انا ما راهو سامحوني الناس اللي تسمع راهو هذيا ملاحظه راهو الواحد ساعات يقول لك طفح هالكاين تقعد تسمع في العوج ومن بعد ما تحبش تتكلم ومن بعد تقول لك انت شكون ولا انت تنقد في المدرب يا ولدي تو طفح هالكاين يزي احنا تو ندافع على المستمع المتواضع العادي المحب اللي يحب الحق يتفرج اسمع زاد المتفرج لحظه فما قاعده سامحوني الاثنين فقط لحظه فما قاعده في كره القدم يقول لك المتفرج فارس هو يتفرج من بعيد ما تقوليش التكنيك والتحضيرات والليزاكوتي الاخرين نتاعكم اوكي نعرفوا دي بروفيسيونيل تخدم وناس تحضر ما قلناش ناس قاعده تفرج لكن المتفرج بالعين المجرده مره واثنين وثلاثه واربعه راهو اللي جا مثل جمهور الترجي عليه وينو راهو جمهور الترجي باش وصل الاستاد الرادس يعلم به العمولك كيفاش وصل باش يتفرج على الماتش باش يتفرج على جمعيته اللي هي ويعلم به ربي كيفاش باش يروح اليوم صارفين دم قلبهم وفلوس وعندهم رئيس جمعيه عنده المليارات يضخ فيها رادي جايدر او تسعة شهور وعنده شيكا بلون معناتها الجور اللي يحبوا يجيبوه من الافريقي صحوا له يجيبوا له معناتها الملاعبيه اللي حب يجيبهم من الكل جابهم اللي حبوا الكل حبوا باش تعرف الترجي كان توصل تهز البطولة نتاع السنة مش قوة في الترجي راهو ضعف الاخرين ضعف الفرق الاخرى واني نقولها انا ما اللي جسد انه اليوم الترجي رغم الانتصار ما وراتش كرة قدم انه ثم صور دارت على مواقع التواصل الاجتماعي انه بعض من جماهير الترجي بعض انفار قاعدين في المدرجات حاطين التليفون ويتفرجوا في مباراة ميلان واتلانتا انا نقول لك حاجه نادي المباراه نتاع الاتوال والترجي وربي شاهد عليا السوء نتاع النادي الافريقي في مباراه نتاع امس خير من الترجي والنجم اليوم السوء نتاع النادي الافريقي في مباراه النادي الصفاقسي امس خير شتينا بين النيفو نحكي انا وانيس بكري شتينا بين النيفو نتاع امس والريتم نتاع امس ونتاع اليوم نستناو سي محمد جايبينهم الدار واحنا جايين لكلنا وبوليسيه واعلام والياس يعلق من غادي وانت جاي وتقنيين باش تفرج على النيفو كيف ماذا ميريتي دو بروندر لي جون بور دي كون نحب نتدخل في حاجه انا فريمون ابهتني المدرب الجزائر قال لك انا جيت طلعت على الاسبيرونس وحبيت نبريسي الفوق وناخذ اخي ما تعرفش حدود امكانيات لاعبيك ما تعرفش اللي عندك ديفونس فراجيل ما عندك تعرفش اللي عندك ان ديفونس معناتها ما عندكش ان بونسيس ديفونسيف 14 بونتو كيفاش تحب تطلع تبريسي الفوق وانت عندك ديفونس ضعيف ما هذا ما يقبلوا حتى مدرب ينجم يفكر شويه بعقله دونك انت اليوم لي كاليتي تاع لي جوار بتاعك تنجم تلعب تبريسي الفوق كلك سوا في الكومبارتيمون اوفنسيف والا في الكومبارتيمون ديفونسيف نتاعك دونك لي ديفونس كيسمح لك باش تبريسي الفوق لي لي كاليتي اوفنسيف واللاعبيه صغار ما عندهمش التجربه ما عندهمش ليكسبيريونس وما عندكش ملاعبيه كي بيز دور على ديفونس ليسبيرونس وتقول نحب نبريسي الفوق دونك كيل استراتيجي واما انيماسيون اوفنسيف وماما بريسينغ الفوق شنو هذا معناتها ان انترونور ديبيتون ما ينجمش يعمل استراتيجي هذه ليتوال نورمالمون طيح البلوك تلعب على الكونتر سي اس اس امبارح سورتو انيس عنده ريزاتون تاع الكونتر عندها الظاهر ريزاتون جو رابيد صدام يعمل لو سور نومبر في 16 متر سيكوند دونك عبيد ينجم يوصل انت لعبت معناتها في الاخر المدرب هذايا الجزائر لعب كونتر لكاليتي دو سي جوار لعب ضد امكاني ضد النجم الذي الساحلي ضد امكانيات اللاعبين نتاعو دونك هنيا سا سوفوا بونغونغا نرجع لبونغونغا دخلته وخرجته تي بونغ دخل ملاعبي وتخرجه دونك وتقول لي ما عملش لي رول نتاعو انت وينك ما تعرفش شنو اللي كونسيني ربي سامحني معناتها انت راك كونترونور قبلي انا سطر سطرين تحت اللي قالوا قال تربط منه باش يلقى البروفوندور ما طبقش دي كيفاش عمرك شفت اتاكون يلقى البروفوندور وحده وحي تهبط عليه من فوق يمشي في بلاصه فارغه والبروفوندور وانت تحب تبريسي الفوق لا تمشي في بلاصه فارغه وتقف وحدك معناها لا دور لا سامحني العوافي لا ريال جوش اخي وقتاش تحركت ليتوال وقت اللي تخلى عوافي على ولا سونتر ولا هو سونتر معناتها ملاعبي هذاك يقعد على البنكه معناتها تدخلوا كان في الدقيقه 72 وباش تدخل العوافي ما تحركت ليتوال سير لو بون اوفنسيف سير لو بلان اوفنسيف كان ما تخلى عوافي دونك شوف انت حتى من لي شوا او ديبار حتى من التشكيله الاساسيه سا سوفوالي انت ما لقيتش للتركيبه الصحيحه دونك من بعد وكور دي جو وكيفاش تي جيري لو ماتش نتاعك سا بروف اللي المدرب كبرت عليه اونيتمون معناتها ما نجمش يجاري ان ماتش بحجم كلاسيكو ما بين الترجي وبين ليتوال دونك هوني زاد نحب نحمل المسؤوليه لمسؤولين النجم الرياضي الساحلي راهو اللي قاعد صاير في النجم الرياضي الساحلي يتحملوا بدرجه كبيره المسؤولين فما تخبط في اخذ القرارات اقالات تعيينات دونك سا سوفوا نعطيك شيفر ما فماش استراتيجي نعطيك شيفر النجم الرياضي الساحلي 19 مدرب في اربع سنين
فوالا ما شاء الله ان استراتيجي معناتها فريمون ما هيش على اسس سليمه وعلى قواعد صحيحه. هذاك علاش اليوم النجم الرياضي الساحلي راهو المشاكل الفنيه بدات من سوء التسيير في النجم. واضح. لا حاجه اخرى لازم نكمل على الترجي. لا عندي ما نقول في الترجي. مازال عندنا 5 دقائق فقط في المباراه هذه خاطر عندنا محاور اخرين باش تحطوا فيهم. باش نعطيك الكلمه ثم نمروا لامين باش يختم. تفضل. باهي جوست على ليسبيرونس. دونك سمعت اجعيتي انا اليوم بديت نقتنع اللي الانسحاب ضد ستيف ميريتي مستحق. دونك ليسبيرونس اليوم ميم حتى ليسبيرونس كي تسجل اهداف راهو ماهواش لانه فما ان انيماسيون اوفونسيف كوليكتيف. لا فما بارفوا دي انديفيدواليتي. بن حمود يطلع يعمل الاكسبلوا دي طونك بالراس يسجل ولا فما كادو ما عندك كيف ولا والا فما ان كادو كيف ما اليوم الادفيرسير يسجل ضد مرماه. دونك سير لو بلان اوفونسيف راهو يعول برشا الترجي على لي انديفيدواليتي نتاعو. باللي تقول ايدو خايب باللي تقول اي ولا خايب هما كيفون دي زيكسبلوا بن حموده الهوني. اما اذا تحكي لي على منظومه جماعيه ما فما حتى بصمه للمدرب راضي جعايدي في الاسبيرونس. دونك بقى عدى برشا وقت وما شفناش فريمون الاسبيرونس دومين سير لو بلان اوفونسيف وتهيمن وتخلق دي زوكازيون. دونك حاجه اخرى اليوم الدبشي رقم جديد ما تسجل له حد هدف اما هو ما تصدر حتى كوره ما تصدر حتى معناتها ان باراد ديسيزيف. دونك شيفري تحسب له رقم كلين شيت اما هو ما تصدر حتى كوره. بارفوا لي زادفيرسير هما اللي يخليوك ما تقبلش اهداف تبرز. فوالا امين جونشينا فيك مع نيس مدرب معناتها تجي ريكروتي من برا افيك لو سي في اللي عندك معناتها بون دربت في او نيفو في اسبوار معناتها في يو 23 ومشيت دربت في الام ال اس 2 وعملت البلاي اوف وفيكيو نتاع ملاعبي ويافا برو ايتو عندك 8-9 شهور ما عندكش الحق باش تخرج برودوي لجمهور الترجي بالمنظر هذا وسيرتو عندك بريزيدون اللي ملاعبيه خالصين على اخر فرنك واللي تحبه تلقاه في الترجي اللي تطلبه تلقاه تقول جيبوا اكس يجيبوا لك اكس دون بار خسرت ضد ستيف في الشامبيونز ليغ ومن بعد شفنا ستيف قداش خذيت من عند الاهلي المصري معناتها 4-0 دونك مش ستيف القوية برشا الترجي ضعيف برشا في الشامبيونز ليغ هذا دون بار دوتر بار في الشامبيونات كل مرة الناس تلقى لك العذار كل مرة العذار انا معناتها الحاجة اللي نقيس بها فريمون المدرب شاك كونترنور في العالم عنده ان ستيل دو جو باش الناس تفهمنا عنده ان ستيل دو جو. الستيل دو جو على شنو بازي على اون فورماسيون معناتها بالانجلي اون فورماسيون معناتها تركيبه فنيه تكتيك معناتها انشيما تكتيك ولي شونجمون يكونوا دي ميكرو شونجمون شويه في شي شونجمون صغار معناتها عندك ان سيستيم دو جو دو باز. امتي جيت للترجي ما عندكش ان سيستيم دو جو دو باز شنو الدليل جيت ب 3-4-3 حاولت 3-5-2 مشيت ل 4-3-3 حاولت ل 4-2 رجعت اليوم ل 4-3-3 دونك انت قاعد تتخبط وزيد نعاود لك تنجم تجيب الملاعبين اللي تحب عليهم في تونس وتنجم تجيب الملاعبين اللي تحب عليهم برا خاطر عندك الامكانيات الماديه اون فاس ليتوال افيك تو لي بروبليم اللي عندك بالمشاكل الكل اللي عندك كان عندك مدرب عنده مشكله مع التصريحات ما يعرفش يتكلم حاجه اخرى معناتها في حدود الماء لكن مع هو سجلت 19 بونتو نجحت شويه عملت شويه ستابيليتي تقوم تنحيه اليوم وتعطي ليتوال ليتوال تعطيها المدرب ثاني يخرج اليوم بمنظر كيف ما هكا نتاع ليتوال في الشوط الاول عمل 10 دقائق هو باهي ليتوال عمل 10 دقائق من 67 ل 76 صحيح عمل 9 دقائق وشويه تقريبا 10 دقائق وقت يتخلى عوافي ولي سونتر ما خذاهم حتى يتعداهم ما يمسهم حتى واحد يتعداهم بلا زوج نقاط اخر ما نقول نعاود سطر سطرين اذا الترجي يهز بطوله السناء راهو مش قوة في الترجي راهو ضعف شديد في الفرق الأخرى وراهو إذا الترجي بالنيفو هذايا ما يطلعش النيفو ويهز البطولة بالنيفو هذايا فكرة القدم التونسية مريضة مرض عضال عضال وعضال جدا زوز نقاط واحدة تخص الاسبيرونس جعايدي قال خلقنا فرص
ما شفتش فرص، شفت دوز اوكازيون، واحده الايوالا واحده البر رمضان في الشوط الثاني. دونك تير كروازي من ايوالا ماهيش كادري، وتير كروازي من بر رمضان شدها اجمل. حاجه اخرى بالنسبه للايتوال، الايتوال خاسره من با حتى اجتهاد من عند المدرب، نبدل الشيماء في الخمسه ولا سته دقائق ونزيد نلعب عوض نخرج بونغونغا نزيد ان دوزيام اتاكون واني نلعب ال 4 4 2 نلعب ال 4 3 3. انت خاسر وما فما حتى اجتهاد من مدرب انه يبدل لو شيما باش يكون عنده اكثر شانس باش يسجل. واضح. احسن حاجه في العشوائيه اللي جيناها هو تفرجنا على بوندو تيو انت نتاع ميلون، هز الكره بالوبي عمل 70 متر ولا 80 متر بالوبي وسجل هدف، على الاقل جات حاجه بردت على قلوبنا. شفت نادر عيط، من اللي شفت نادر عيط لمحمد الحسين عرفت ان الميلان سجلت هدف ثاني فرحه هستيريه كالعاده. نادر بن شهيده، الروسونيري يقترب من السكوديتو.